بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي رسول الله، صلى الله عليك يا سيدي ويا أبا عبد الله، يا غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب من تمسك بكم سادتي، وأمن من لجأ إلى حصنكم، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. بسم الله الرحمن الرحيم. رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو، لا إله إلا هو، فاتخذه وكيلا. الآية الكريمة إخواني أعزائي، الآية الكريمة في سورة المزمل، الآية 9 من هذه السورة. هذه الآية نقسمها إلى 3 أقسام. القسم الأول رب المشرق والمغرب، القسم الثاني لا إله إلا هو 2، القسم الثالث فاتخذه وكيلا. كم قسم سارا؟ 3. هسه نشرح قسم قسم إن شاء الله، كل قسم على حدة إن شاء الله تعالى. الآية الكريمة بدأت بكلمة الرب، ونحن نعلم على أن الرب اللغة العربية كل من يربي شيئا فهو رب ذلك الشيء. الآن الأب رب البيت، رب البيت ياهو الأبو. أنت تشتغل في مكان أكو مسؤول على رأسك، هذا يسمونه رب العمل. إذا ربيت لك حيوان أجلكم الله يسمونك رب ذلك الحيوان. الذي يربي شيء يسمى رب ذلك الشيء. ولهذا بالقاعدة الإنسان إذا ربى شيئا يحن على ذلك الشيء أكثر من غيره، صح بويا لولا؟ الآن ولد، أنا كنت أقرأ في أحد السنوات في منطقة بعيدة جدا بعيدة من إيران والعراق، فرجل ماخذ لبنية مربيها منذ الصغر، أبوها غير ناس وأمها غير ناس، بس هذا مربيها. قلت لها أنت تحنين أكثر علي من بعتي، يعني بعتي بالـ11 12 سنة عمرها، تحنين أكثر على من هي تعرف أمها وأبوها الحقيقيين، تحنين على اللي رباش أو اللي أولدك؟ قالت لا، اللي رباني أحن عليه أكثر وهو يحن علي أكثر، لأن هذا اللي ربي. ولهذا احنا عندنا الآن بالحكم الشرعي إخواني، اسمعني حبيبي، عندنا بالحكم الشرعي أكو أمور تقسي القلب. أكو بعض الناس شايفه مولانا إذا تجيب الحسين بنفسه مقتل الإمام الحسين تقرأ قدامه دمع ما تنزل من عينه ولا يخشع قلبه. وأنا البارحة قلتها، أعوذ بالله من عين لا تدمع على الحسين ومن قلب لا يخشى على الحسين. أكو ناس هيك سبحان الله، يعني ذرة ذرة من الرحمة ما عنده، سبحان الله. عندنا موجودة، والبعض يجلس في المجالس لكن عنده قساوة قلب.
هاي القساوة لها أسباب. الإنسان مو منا والدرب ولا القلب يصير قاسي. أكو أسباب لقساوة القلب، مثلا دفن الأحباب، واحد عنده عزيز، ابن، أم، أبو، أقارب يعني، يخليه بالقبر مولانا بإيده ويهيل التراب عليه بإيده، هذا حثو التراب على الأحباب يأتي بقساوة القلب. زين، واحد يشتغل قصاب، قصاب، هذا العمل يأتي بقساوة القلب. واحد يبيع كفن، بياع الكفن، هذا يأتي بقساوة القلب. أكو أسباب، أكو أعمال تأتي بقساوة القلب، هذه من جملتها. من جملة ما يأتي بقساوة القلب أن تربي حيوان بيدك، بإيدك تربيه بالحكم الشرعي مكروه هذا العمل، تربي حيوان بإيدك ويومية الصبح جايب له ماي وطعام أكل يأكل، وإذا يوم من الأيام بيده سكين، بيدك سكين وجاي له، هو جاي يركض لك أن يأكل طعام أو يشرب ماء، وإذا أنت الذبحة، هذا ذبح الحيوان الذي تربيه بيدك بكراهية بالحكم الشرعي. ليش مولاي جعفر بن محمد الصادق في كتاب علل الشرائع قال لأن ذبح الحيوان الذي تربيه بيدك يأتي لك بقساوة القلب، لأن أنت رب ذلك الحيوان يحس بالأمان عندك، يحس بالأمان. الآن عندنا رب البيت، عندنا رب العمل، عندنا رب المدرسة، عندنا رب كذا، واضح مولانا؟ لكن رب الأرباب ياهو، جاوبني عافية، رب الأرباب هو الله جل وعلا. ولهذا إذا الرب يحن عليك فالله يحن علينا أكثر من أربابنا. شوف، في يوم من الأيام النبي صلى الله عليه وسلم رأى امرأة الظهر مرة شايطة تركض، محترق قلبها مولانا، متأذية وتبكي وتصرخ وتركض من مكان إلى مكان، الظهر هجير حر. سأل النبي قال ما دهاها، اش خير هالمرة هذه؟ قالوا له يا رسول الله فقدت ولدها، فاقدة ولدها وتبكي عليه وتدور عليه. اسمعني حبيبي، قالهم كم تقدر حزنها على ولدها وكم تقدر حبها على ولدها؟ قالوا له يا رسول الله حبها لولدها لا يقاس. قال والذي نفس محمد بيده إن قلبي أحن على ولدها من قلبها على ولدها. وإن الله أرحم مني على ولدها. ليش؟ قال لأن الله أرحم العافية، أرحم الراحمين ياهو. الله سبحانه وتعالى يرحمنا ويرعانا. أنت أقرأ في سورة الناس، أنت أكيد حافظها سورة الناس، وياي أنت خو مبالغ غير مكان، وياي عيني. شوف أقرأ ويا سورة الناس، ثلاث صفات لله، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس، بعدين ملك، بعدين إله، كم صفة؟ ثلاثة. قل أعوذ بربي، أول واحد الرب، رب الناس، إله الناس، ملك. شوف الآن ثلاث صفات لله، قدم أي صفة مولانا؟ أول صفة التي ذكرها صفة الرب، الربوبية. ليش؟ أريد أقول لك يا بني آدم ترى أنا أحن عليك أكثر من غيري. أنت تعرف صوبي، أنا حن عليك، الله أرحم الراحمين. زين، الآية بدأت بهذه الكلمة ربه، أريد أقول لك اللي رباك ياهو أنا الذي ربيتك، أنا الذي أطعمتك، أنا الذي أشبعتك، أنا الذي سقيتك. الصحة منين مولانا؟ من الله. العافية منين؟ من الله. الرحمة منين؟ من الله. البركة منين؟ كل شيء من الله، كل شيء من الله. ولهذا أنت تقرأ في القرآن إنا لله وإنا إليه، لأن هو المالك، هو مالكنا، هو ربنا، هو إلهنا، والمصير إليه. زين، خلينا نكمل. إيش قال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، رب المشرق والمغرب. هذا المقطع الأول، أنا فعلا بعدني بالمقطع الأول. المشرق والمغرب، المشرق والمغرب، طبعا ياهو المشرق ياهو المغرب، هذا المشرق وهذا المغرب. توجه لي حبيبي، هذا يحتاج إلى دقة. المشرق والمغرب يعني محل شروق الشمس ومحل غروب الشمس. الله رب المشرق والمغرب. أسأل سؤالين توجه لي حبيبي، أسأل سؤالين. السؤال الأول، إحنا كم جهة عندنا؟ عافية، أربعة، نيوز
أربعة بعد، مشرق وبعد مغرب بعدين شمال بعدين جنوب، ولهذا القبلة دائما في الجنوب. الآن لو أنت في مكان ضيعت القبلة بياسوف، طال عمرنا ضع الشمس، شروق الشمس على اليمين، وخلي غروب الشمس على اليسار، أمامك يصير شمال، خلفك يصير القبلة اللي هي جنوب. هذا حبيبي دائما الخلف يكون القبلة في الجنوب. زين، مشرق مغرب شمال وجنوب، الله ايش قال؟ قال أنا رب المشرق وال، قال ليش ما ذكر الشمال والجنوب؟ يعني الله بس رب المشرق والمغرب مو رب الشمال والجنوب؟ ها؟ توجهت للسؤال شلون صار؟ ها حبيبي؟ توجهت ما توجهت؟ فهم السؤال أهم من فهم الجواب، دائما خلي هاي قاعدة حوزوية. والله مولانا إذا فهمت السؤال جيد راح تفهم الجواب أجود بعد أحسن. والله مولانا الله ذكر المشرق والمغرب لكن ما ذكر الشمال والجنوب، ليش؟ يعني الله بس رب المشرق والمغرب؟ لو رب الشمال والجنوب أيضا، رب جميع الجهات، أينما تولوا فثم وجه الله. هذا السؤال الأول أجيب عليه، بعدين أجيب السؤال الثاني. طبعا القاعدة كل السهلة والجواب كل السهل. احنا عندنا مشرق وعندنا مغرب، بس توجه لي حبيبي، عندنا مشرق وعندنا مغرب وعندنا شمال وجنوب. هذا المشرق، شوف شوف انظر إلى حركة يدي، هذا المشرق. المشرق الشرق يمتد منين؟ الشرق مو هذا الشمال؟ ها مو هذا الشمال؟ يمتد المشرق من الشمال إلى الجنوب، هذا كله يكون شنو ولانا؟ يكون مشرق. يعني شو يصير؟ هذا مشرق، نص الشمال وين؟ مع المشرق، نص الجنوب مع المشرق، يعني شرق شمال. جاوبني لا تسرع قلبه من هالسها، شرق بعدين شمال بعدين جنوب شرقي، صح؟ يعني نص الشمال مع الشرق ونص الجنوب. لما الله يقول رب المشرق يعني يشمل الشرقي وشمال الشرق وجنوب الشرق. الغرب نفس القضية مولانا، نفس الطقة. زين، هذا غرب يملك من مولانا؟ يشمل من؟ يشمل من الشمال النصف الثاني من الشمال والنصف الثاني من الجنوب، يعني يسمونه شنو مولانا؟ شمال، عافية، شمال غربي وغرب وجنوب غربي. إذن لما يقول رب المشرق والمغرب يعني يشمل الشمال وال، لأن نص المشرق نص الشمال مع الشرق، نص الشمال الثاني مع الغرب، والجنوب نفس القضية. إذن هاي دقة بالقرآن، هذه دقة القرآن كلش دقيق إخواني. أي حرف بالقرآن إلى معنى، أي حركة. شوف يعني أعطيك مثال، أنا الله شي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، فخر السقف من، يا حافظة، من فوقهم، توجهني، فخر السقف من، هو السقف لو يخر منين يخر؟ هو يخر من فوق، قال ليش الله ذكرها من فوقهم؟ هذا زايدة، يعني لما يجون أهل البلاغ يقولون هذه من فوقهم زايدة. زين، قال علي أمير المؤمنين، قال علي، علي بن أبي طالب، خلاص أنت لما تقول علي أو تقول أمير المؤمنين، قال أمير المؤمنين يعني ياهو، يعني علي بن أبي طالب. عدنا إحنا الشيعة أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، عد غيرنا ما أبعد، مولا نغسل إيدك من الكتف. وزين، الإمام الصادق يقول من تلقب بهذا اللقب كان عمله كعمل أبي جهل. أنت ارجع للتاريخ وشوف أبو جهل شنو شغله مولانا، والحساب عندك بعد، واضح مولانا؟ فلقب أمير المؤمنين لا يكون إلا لأبي الحسن علي بن أبي طالب، حتى الإمام الصادق لا يقبل بذلك، هو قال هذا اللقب لا يكون إلا لجدي علي. الشاهد الآية شو تقول؟ فخر السقف من فوقهم، خلاص هو السقف يخر من فوق، فيا رب أنت تقول من فوقهم لو ما تقول، في كل الأحوال السقف منين يخر؟ من فوقهم. لكن لها غاية مولانا، الآية لها غاية، شنو غايتها؟ مرة يخر السقف وأنا حذر السقف، ومرة يخر السقف وأنا خارج منك برا وأشوف السقف شلون ينهار، واضح مولانا؟ لما نزل عليهم العذاب الله شو يقول؟ يقول خر السقف من، يعني هم وين؟ تحت السقف، ما كانوا بالشارع مولانا وشافوا السقف طاح، ها؟ ولهذا هاي دقة بالقرآن، من فوقهم يعني هم تحت السقف وخر السقف عليهم، واضح مولانا؟ زين، هذا السؤال الأول، رب المشرق والمغرب، إذن الشرق يشمل الشمال والجنوب، والمغرب كذلك يشمل الشمال والجنوب، هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، رجل منافق بس يدعي الإسلام، تعرفون خل المنافق ياهو، قوله شيء وفعله شيء آخر،
لسانه شيء وقلبه شيء آخر. يقول أعمل وهو لا يعمل، ها؟ يعد ويخلف الوعد. الذي يعد ويخلف الوعد هذا منافق، هذا منافق. واضح مولانا؟ اقرأ في سورة المنافقين أي آية تشير وأي صفة لصفات المنافقين تشمله. واضح مولانا؟ رجل اسمه ابن الكوة، سامعين بي؟ هذا شوية ما يقبل علي بن أبي طالب، ما يحب الإمام علي، مبغض للإمام علي. في يوم من الأيام الإمام علي عليه السلام قرأ هذه الآية: رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. قام لابن الكوة، هو طبعا عالم بس علم شيطاني، ما عنده علم رحماني، ها؟ قال له: يا أمير المؤمنين. قال له: بلى. قال له: وجدت القرآن ينقض نفسه بنفسه، أكو نقيض للقرآن في الآيات. قال له: وين؟ قال له: مرة يقول رب المشرق والمغرب، زين. قالوا: مرة يقول رب المشرقين والمغربين، ومرة يقول رب المشارق وال، هسه ما فهمناها، لو مشرق لو مشرقين لو مشارق، لو مغرب لو مغربين لو مغارب، فكيف هذا القرآن ينقض نفسه بنفسه؟ ما فهمنا شنو المشرق وشنو المغرب، شنو المشرقين المثنى وشنو الجمع، ها؟ قال له: ويحك، هاي كلمة الإمام، ويحك يا ابن الكوة، القرآن لا ينقض نفسه بنفسه، لكن لقصور علمك، لقصور علمك في فهم القرآن. هي هاي المشكلة، المشكلة أكو ناس مولانا يفسر القرآن بكيفه، يفسر القرآن من جيبه، واضح مولانا؟ ويخلي له قاعدة حلية أو حرمة، مثل ذاك الوهابي. أكو واحد وهابي مولانا ما ينام على حصير، فقالوا له: أنت ليش ما تنام على حصير؟ قال: الله يقول: وجعلنا جهنم للكافرين حصيرة. إذا تفسير مثل تفسير الجماعة مولانا أهل اللحاية، فبعد خلاص على الإسلام السلام. ولا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى. يزيد ما كان يصلي، قالوا له: ليش ما تصلي؟ قال: الله يقول: ولا تقربوا الصلاة. شاوين وأنتم سكارى؟ طيرها مولانا. ليش؟ لأن يريد مصلحة، يمشي القرآن على مصالحه كما يريد، يحرف الرواية على ما يريد، على غايته. الآن اسمع، قال له: ويحك، القرآن لا ينقض نفسه بنفسه، لكن لقصور فهمك بالقرآن. أنت إيش مدري، إيش مدرك من القرآن، ما تفهم لك شيء، زين. قال له: اشرح لي يا أبا الحسن. قال له: الآن توجه لي عيني. قال له: رب المشرق والمغرب، هذه واضحة بعد، رب المشرق هذا المشرق ورب المغرب هذا المغرب، هذا نعرفه مولانا. قال له: بلى. قال: المشرقين والمغربين، حلوة هاي اسمح. قال: المشرقين والمغربين، احنا عندنا مشرقين للشمس، مشرق الشتاء ومشرق الصيف. طبعا اذا الشمس كلها تطلع منا مولانا، منا طلعت منا طلعت منا طلعت، لا ما يصير حر وبرد. واضح مولانا؟ اذا تطلع من مكان واحد خلال السنه كلها ما يصير حر وبرد. واضح مولانا؟ ولهذا مره الشمس تبتعد شو يصير؟ يصير برد. مره تقترب يصير صيف حر. ولهذا شروق الشمس في الشتاء غير شروق الشمس وين؟ بالصيف. ولهذا يصير حر وبرد، ولا اذا كله من مكان واحد ما يصير حر وبرد. واضح مولانا؟ فقال: المشرقين، المشرقان، مشرق الشتاء ومشرق الصيف. جاوبني، قلت لك مولانا خاطر تاخذ اجرين، ها؟ مشرق الشتاء ومشرق الصيف. المغرب نفس القضيه، اذا طلعت منا تغرب فيما يقابلها، واذا طلعت منا مولانا في الصيف تغرب فيما يقابلها، يعني مغرب الشتاء ومغرب الصيف. اذن المشرقين مشرق الشتاء والصيف، والمغربين مغرب الشتاء والصيف. خوش حكي مولانا، زين. هاي اثنين، رب المشرق والمغرب عرفناها، رب المشرقين والمغربين هم عرفناها، رب المشارق والمغارب هاي تحتاج إلى شوية دقة بها رأيين. الرأي الأول طبعا هو الجمع بين الآراء، لا أشكال فيه، ماكو ضرر أن تجمع بين الآراء كلها. الرأي الأول، إحنا كم يوم عندنا بالسنة؟ 360 يوم. 360 يوم الإمام علي عليه السلام قال لابن الكوة، قال: يا ابن الكوة 360 يوم، عندنا 360 مشرق
وعندنا 360 مغرب. قال له كيف؟ قال له لأن الشمس تشرق في كل يوم من مشرق غير المشرق الثاني حتى تشرق من قابل. قابل يعني من السنة الجاية. يعني هاليوم طلعت الشمس من هنا مورانا، هذا مشرقها، باكر ما تطلع من نفس المكان، تطلع من مكان في مقربة من يمها، وهذا مورانا المشرق الثالث يمه، الرابع يمه، الخامس، ولهذا يصير خريف ويصير ربيع ويصير صيف ويصير شتاء ويصير كذا، واضح مولانا؟ يتغير الجو عندنا، فصول عندنا، لأن الشمس تتحرك من حيث لا نشعر، احنا ما نحس. بس لما يدققون هذول أهل الفلك يدرون، أهل الفلك والنجوم والشمس والقمر يدرون، لما يدققون يشوفون يومية الشمس تشرق من مكان، غير المكان اللي تشرق منه غدا أو أمس، أشرقت منه. المغرب مولانا نفس القضية، إذا أشرقت 360 في السنة تغرب 360 في السنة، يعني 360 مشرق و 360 مغرب. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، إحنا زين ما عدنا بس الشمس، ما عدنا بس الأرض تشرق منها، الأرض عدنا مشرق ومغرب، كم كوكب عدنا بالعالم؟ ما شاء الله لا يعد ولا يحصى، كواكب الذي خلقها الله سبحانه وتعالى لا تعد ولا تحصى، كل الكواكب لها مشرق ولها مغرب. الله بس رب المشرق للأرض والمغرب للأرض، لو رب المشارق المريخ والقمر وغيره والمغارب، الله رب السماوات والأرض، السماء الأولى والثانية والثالثة إلى السابعة، الله ربها. إذا رب المشارق لجميع الكواكب ورب المغارب لجميع الكواكب، والجمع بين الرأيين لا أشكال فيه، هي هم تشرق من هالجانب 360 مشرق و 360 مغرب، وهم الله رب المشارق والمغارب لجميع الكواكب. زين، هذا أنا قاعد أختصر لك لأن شوية أنا أخاف الوقت يأخذنا حبيبي. زين، إذن رب المشرق والمغرب هذا علم، هذا تفسير قرآن إخواني قاعد أحكي لك أنا. زين، وتعرفون هذا الجلوس في مجلس العلم ساعة، تعرف أنت قدر هذا المجلس شنو مولانا؟ تعرف هذا عظمة هذا المجلس؟ ها، إذا ذكرنا في مجلس، يقول الإمام الصادق عليه السلام، إذا ذكرنا في مجلس تتزاحم الملائكة بين السماء والأرض لشدة أجره وثوابه. أو ما يحضر بهالمجالس مولانا، ترى هذا أنا إذا ما عنده عمل، طبعا أنا أبرر شوية لا يزعل من اللي يسمعني، أبرر مولانا، إذا ما عنده عمل وما يطلع للمجلس هذا من سوء حظه، أقولها بصراحة، لأن العبادة تحتاج إلى توفيق إخواني. الآن أنت حضرت بهالمجلس لأن عندك شنو؟ الله وفقك حضرت. واحد يصلي صلاة الليل، الله وفقه لأداء صلاة الليل. إذا اليوم حضرت صلاة الجماعة، الله وفقك لصلاة الجماعة. التثقيف تحت هذه المنابر، العلم تحت هذه المنابر. أنا هذا الكلام اللي قاعد أحكي لك ترى ما طالع من جيبي وانطك يا مولانا، أكثر من 20 كتاب مطالع يا الله انطك يا حاضر خلال نصف ساعة أو ساعة، واضح مولانا؟ فأعرف قدرك وقدر هالمجالس هذه. الناس أكو بعض أعداء الشيعة أرادوا أن يحاربوا الإسلام، يحاربوا التشيع. شلون حاربوا مولانا؟ أبادوا، قتلوا، تفخيخ، ذبحوا، خلوا شبهات، ما فاد مولانا. قالوا نحارب الحسين بالحسين. شوف، نحارب الإمام الحسين بمن؟ بالحسين، ونحارب الإمام المهدي بالإمام المهدي. ويومية طلعت لك بزة مولانا، عينك عورة. زين، يومية فلان طلع نائب الإمام، فلان ابن الإمام، فلانة زوجة الإمام. مو أنا وحدة اتصلت علي، ألو سلام عليكم، قلت عليكم السلام، أنت شيخ فلان؟ والله وحق هذا المنبر، ألف مرة حكيتها على المنبر. قلت لها إيه والله أنا. قالت تعرفني من المتكلم يا ويحكي وياك؟ لا والله لا زغران بيشخوية. قالت أنا زوجة الإمام المهدي. أنت زوجة الإمام المهدي؟ قالت نعم. أهلا وسهلا، أين زوجك؟ وين؟ قالت هو الذي أمرني أن أتصل بك، منين جبتي رقمي؟ قالت هو زوج انطاني. حكي كذا، قلت لأخوي اتق الله، هذا حرام، لا تدلسين على الناس، لا تكذبين على الناس، الجرم فلوس وكذا مولانا، بعذر نذور ويجيبوا لها أموال طيب ملايين. قالت أنا أقاضيك على الصراط، أقضك على الصراط أنا وزوجي. قلت لها الله كريم، دروحي. ما طول شهر وإذا الآن مولانا بالسجن تشرب ماي بارد،
الدقاق صاعد ونازل عليها، كذابة طلعت. طال عمر هذا ليش الآن ناس يحاربون الإمام المهدي باسم الإمام احذروا إخواني، دير بالك دير بالك. هالزمن زمن الغربال، الغربال الإمام علي قالها، هذا غربال، الناعم يطيح والخشن مثلك يبقى. احذر احذر، يأتي زمان على أمتي القابض على دينه كالقابض على جمرة. هاي جمرة جمرة وتخليها بيدك انت، تصور مو تسمعها منا وتخرها منا كلامي، لا توجه لكلامي الآن، جمرة وبإيدك تتحملها دقيقة، تتحملها تلقيها تذبها مولانا. أكو ناس، أكو ناس مولانا، يأتي زمان من أمتي في أمتي القابض الصابر على دينه كالقابض على جمرة. دير بالك، قاعد يحاربون الإمام الحسين بالإمام الحسين، جروا شبابنا من تحت المنابر، قالوا خلاص أنا طالع للأجر، بدل ما أحضر بالمحاضرة أحضر باللطم بس، خلاص زين اللطم أكرم على راسي، على راسي بس إكمال أجرك وثوابك بالحالتين. أنت تكمل أجرك وثوابك بالحالتين، نثقف عقولنا مولانا ونأخذ الدراية والعلم والفهم من منبع المنبر، ثم نوسم صدورنا للحسين بها شيء مولانا بأجر مضاعف. سار السيرة باطلة، أن يحضر بالمحاضرة بس، بس يحضر بالمحاضرة باللطم ما يحضر زين، أو بالعكس موجودة بالمحاضرة ما يحضر باللطم يحضر. هذا منو اللي قالها مولانا؟ منو اللي قالها؟ الإنسان يكمل أجره وثوابه في الحالتين، لأن قلت لك التثقيف وين يصير؟ تحت المنابر، والأجر والثواب عند اللطم، تأخذ الأجرين هنيئا لك. فاحذر مولاي، دير بالك، بارك الله فيك. الآن أيام الشبهات وأيام النزعات، وكل يوم طالعين لك مولانا بشبهة وبيرق علم زين، وطالعين أن الشيعة كذا وأن الشيعة كذا وأن الشيعة كذا. هذه الأجوبة لا تأخذها إلا تحت هذه المنابر، الله وكيلك ورقولتنا العباس كفيلك، واضح مولانا زين. إذن الآية شو تقول؟ رب المشرق والمغرب. هذا المقطع الأول خلص. المقطع الثاني، لا إله إلا هو، هو يعني هو، لا إله إلا هو، عند الوقف اشتقرها هو، كلمة أولها الشرك وآخرها التوحيد. لا إله شرك، إلا الله توحيد. ولهذا قال رسول الله، هاي حلوة، قال رسول الله في كتاب مكارم الأخلاق، من قال لا إله إلا الله مرة، أصلا مرتين ثلاث قلتها، من قال لا إله إلا الله مرة غرست له شجرة في الجنة. غرست له شجرة في الجنة، اللي يقول لا إله إلا الله. الآن أنت سبحتك بيدك 100 مرة يومية وطالع للحرم مولاي، حرم الإمام سلام الله عليه، ولا إله إلا الله لا إله إلا الله 100 مرة 100 شجرة، لكن بشرطها وشروطها. هذا شجر مو تحرقه مولانا زين، أكو بعض الناس يحرقونه بكذبتين، يحرق البستان كله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لما عرج بي إلى السماء، دخلت على الجنة رأيت نعيمها ورأيت بستان لم أرى أجمل منه ولم أرى أثمارا أجمل من أثماره، كلش بستان جميل، فأعجبني البستان كله أثمار وورود وكذا، فشي جميل يعني. يقول بينما أنا أنظر وإذ نار نزلت فأحرقت البستان بأجمعه، حرقت كل البستان راح صار فحم. يقول تعجبت، قلت لحبيبي أخي جبرائيل ليش؟ لماذا؟ هذا البستان الجميل الحلو ليش احترق؟ قال لي يا رسول الله هذا البستان عمل عامل مؤمن، رجل مؤمن مسوي هالبستان هذا، كل ما يسبح الله يصلي يزور يحضر مجالس الحسين يحضر اللطوم يخدم الإمام يقوي الشعائر يطلع مع الشعائر مولانا تطلع على شجرة. لكن إذا أذنب ذنبا، إذا أذنب الله يسامح، يسامح تتراكم، تجتمع هذه الذنوب فتتبدل تكون نارا فتحرق جميع أثماره جميع أعماله. الحسنات يذهبن السيئات، بالعكس هم موجودة، هم السيئات يذهبن الحسنات. ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، زين حبيبي زين. لا إله إلا هو، هو ياهو الله، هو ياهو الله، أقدس كلمة بالكون
وأعظم كلمة في الكون، أقدس كلمة وأقدس اسم، اسم الله. أقدس اسم بالكون الله. ليش؟ لأن هذا الاسم لفظ الجلالة لا يكون إلا لله جل وعلا. إحنا ما نقدر نسمي واحد الله، هذا الاسم مختص لمن؟ بالله. ولهذا عندنا من قسم كاذبا بلفظ الجلالة، والله بالله تالله، اللي يحلف كذب باسم الجلالة إيش عليه؟ إيش عليه حبيبي؟ عليه كفارة. لكن إذا واحد حلف كذب بالحسين، قال وحق الحسين وحق علي بن أبي طالب، مذنب لكن كفارة ما عليه، ما أخذ ذنب لكن كفارة ما عليه. الكفارة لا تكون إلا القسم الكاذب بلفظ الجلالة، لأن أقدس اسم بالكون. أنا نحسب وياه، يحسب وياه يا حبيبي، نحسب وياه. الله أي حرف تمسح من لفظ الجلالة يرجع إلى الله. شلون؟ وياي وياي. الله، الله ياهو، الله نور السماوات والأرض. احذف الألف شو يصير؟ لله، ياهو لله، هو الله. لله ما في السماوات وما في الأرض. احذف اللام، إله، لا إله إلا الله، لا إله، إله ياهو الله. احذف الألف واللام، له، له تقاليد السماوات والأرض، له ياهو الله. احذف الألف واللام، واللام شو يظل؟ هو بس الضمير، لا إله إلا هو، هو ياهو الله سبحانه وتعالى. إذا لفظ الجلالة أي حرف تحذف تمسح من لفظ الجلالة الباقي يرجع لمن؟ إلى الباقي، إلى الله سبحانه وتعالى. واضح حبيبي؟ إذا لا إله إلا هو، وجود الضمير وعدم وجود الاسم دلالة على العظمة وعلى الكبرياء. إذا أراد شخص أن يعظم أحد يأتي بضمير يرجع إليه ولا يأتي باسمه الظاهر. هذا يحتاج إلى شرح طويل بعد مولانا كافل لنا. لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. اتخذه وكيلا يعني اجعل الله وكيلا من قبلك دائما في كل الأحوال. أن يجعل الإنسان الوكيل من قبله ياهو الله، أن يكون توكله على من؟ على الله فحسب. من توكل على الله ربح، ومن توكل على غير الله خسر. التوكل يكون على من؟ على الله سبحانه وتعالى. الآن انظر أنت، لكن التوكل المعقول المنطقي مو توكل همجي. واضح مولانا؟ أكو واحد في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم جاي خطار للمدينة، جماعته جاي إلى المدينة مولانا، من بعدها ضاعت الناقة مالته، ناقته ضاعت. أجا إلى النبي قال له يا رسول الله أي مدينة هذه؟ قال له ليش؟ قال له ناقتي سرقت، ضاعت، راحت. قال له وين ناقتك؟ وين خليتها؟ قال له تركتها في السوق. قال له زين، أعقلتها؟ يعني شنو؟ ربطتها، شديتها، ثبتتها. تدرون خو العقال شنو؟ العقل يسمونه عقل لأنه يثبت الإنسان. الآن شوف قعدتك، هاي قعدتك مو نفس قعدة البيت. قعدة البيت تختلف، لبسك هذا، هذا لبس مجلس، تروح للبيت تغير ملابسك، تروح للدوام تغير ملابسك، مشيك يختلف، كلامي مع ابني غير كلامي مع العالم. ياهو اللي يعلمك العقل، العقل يثبت الإنسان، خليه ثابت. والله مولانا العقال ليش يقولوا العقال مولانا؟ عقال لين يثبت القطره، ثبت الشفيه. واضح مولانا؟ عقال. الان شوف قال له اعقلتها، ربطتها، ثبتتها. عاده يعقلون، يشدون، يربطون رجلها، هي مطويه يعقلونها خاطر لا تقوم بعد الناقه، لين بس تعقلها بعد خلاص ما تقوم. زين قال له اعقلتها؟ قال لا يا رسول الله. قال ايش سويت؟ قال له تركتها وتوكلت على الله. شاء الله شنو شغله مولانا؟ الله يحفظها، توكلت على الله خلاص. قال له ويحك، هذا توكل باطل، اعقل وشنو وتوكل. مو مخلي سيارتك متروسه بنزين مولانا ومشتغله وسويتش بيها والبيبان محلله مولاي وتشتغل، او طالع يسوق ويرجعون باقت، قال الله عليهم. لا، الانسان خيله بنفسه اول، اعقل وتوكل. التوكل العقلائي مو توكل همجي، مو توكل باطل. أن يجعل الله
أن يجعل الإنسان ربه دائما وكيلا من قبله في جميع أموري، أتوكل على الله. أنا هذه القصة ذكرتها كثير بس تعجبني هم كثير. زبيدة، تعرفون أخو زبيدة؟ زبيدة مدللة عند هارون الرشيد. زبيدة زوجة هارون، هارون عنده 2 نسوان، واحدة حرة واحدة أمة. الأمة بنت أم المأمون العباسي، المأمون محمد المأمون. زبيدة أم عبد الله ابن هارون الرشيد العباسي، عبد الله الأمين يقولوا له، واضح مولانا؟ هذا الأمين أم زبيدة ببغداد يعيش، والمأمون وين يعيش؟ بطوس في خراسان، اللي قتل الإمام الرضا عليه السلام، قتل أخوه لأجل الملك، قتل أخوه لأجل الملك. مثل ما هسه، مو عجيبة ترى، مو عجيبة قاعد نشوفها الآن. زين، زبيدة كان يحبها هارون حبا جما، وغنية، غنية بشكل بشكل غنية، عندها أموال. قاعد نحكي عن من؟ عن التوكل، مو لولا لا يضيع فكرك ترى مكان بعيد، لا خليه للمنبر محورية. زين، فديوم من الأيام زبيدة طالعة هي والخدم والجواري والحماية والحرس واللخة والخبصة، مولانا كلها طالعة وياها. أكو 2 مجادية، واحد مجدي هنا واحد مجدي منك، واحد بصف الثاني. أخوة تدرون مجدي ما يحب مجدي، حقيقة واحد ما يحب الثاني. زين، هذا والثاني منك. أجت للأول وصلت له، هذا من شافها شال إيده. إيش قال؟ قال اللهم ارزقني من بركات زبيدة. عجب هالكلام، عجب هالكلام، لأن هاي توكل على من؟ على زبيدة. بعد اتعدت على الثاني، قال اللهم ارزقني من بركاتك ورحمتك. 2 مجادية. قالت هذا قص قلب الثاني، هذا هسه اشلع قلبه. سوت مولا، يوم الثاني مرت، اجت للأول أعطت دجاجة وخلت في بطن الدجاجة محشية، حشتها بعشر دنانير ذهب. وتعرفون الدينار من ذهب والدرهم منين؟ من فضة. كل دينار كم درهم؟ 100. كل دينار 100 درهم، يعني بالأصل كم درهم تطيب الدجاجة مولانا؟ 1000 بعد، مو لولا لو أنا مشتبه. زين، عافية. 10 دنانير ذهب في بطن الدجاجة تحشيهن لو تنطيهن، تتعدى على الثاني تنطيه دينار واحد. بالأصل ياهو الرابح أبو دجاجة، لأن هذا أبو دجاجة يأكل ويشبع، والعشرة وين يروحن؟ في جيبه المبارك يجمعهن. لكن ذاك الرجال عنده دينار، شو يسوي بالدينار مولانا؟ يأكل ويرجع جوعان، يرجع فقير بعد، بس يشبع بطنه، بس يرجع شنو مولانا؟ ماكو ترقي. هذا إلى ترقي، بس ذاك ترقي ما إلى، لهذا يصرف الدينار لأجل بطنه وخلاص، يظل يرجع فقير كما كان. يوم الثاني مرت، سمعت الأول قال اللهم ارزقني من بركات زبيدة، شالت له دجاجة محشية بعشرة ونطت. تعدت على الثاني، صاح اللهم ارزقني من بركاتك، أطت دينار. يوم الثالث، يوم الرابع، يوم الخامس، 10 أيام، 10 أيام على 10 دنانير 100 دينار، 100 دينار على 100 درهم، إيش قد يصير؟ 10,000 درهم و10 دجاجات. يوم 11 مرت، حكينا وين؟ اللي توكل على الله، من توكل على الله ربح، ومن توكل على غير الله خسر. تعدت، شافت هذا زلمتنا الأول، صح اللهم ارزقني من بركات زبيدة، اجت يمه، قالت له كيف حالك؟ شلونك؟ زين وضعك؟ قالها والله فقير وجوعان، أنا أشوف الوضع ما عندي شيء، تعبان. تعدت على الثاني، قال اللهم ارزقني من بركاته. قالت له كيف هو حالك؟ وضعك شلون؟ قال الحمد لله خير من الله، منشنش أنا، قلت له شوية مريع، الحمد لله. رجعت للأول، قالت له أنت الدجاجة شو سوي بيها؟ ماذا تصنع بالدجاجة؟ شوف الكسول التعبان. قالها أنت تعطيني الدجاجة وأنا أعوز وأحوج إلى المال، ما أقدر يعني، أنا أحتاج إلى المال أكثر من الدجاجة، أو ما بي أروح أبيعها، فأبيعها على صاحبي، مو عنده دينار،
أبيع الدجاجة على صاحبي بدينار، ينطيني الدينار ويأخذ الدجاجة. ذاك مرزق من باب بلا جاي لمولانا من قصة كريم، الحمد لله رب العالمين. وضع مولانا يأكل الدجاجة والعشرة وين يخليهن؟ بجيبه. فيا عم اللي يتوكل على الله رابح، واللي يتوكل على زبيدة ما يحصل شيء. واضح حبيبي؟ ولهذا الله شي يقول فاتخذه وكيلا، اجعل الله دائما وكيلا من قبلك. التوكل على الله، مو التوكل على المسؤول الفلاني ولا على فلان ولا صاحب المال ولا صاحب العمل، لا، التوكل على الله. إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. هو الله إذا أراد رزقك بعد فلان يمنعه؟ لا، خلاص، الله هو الرزاق، مثل ما يرزقني يرزق فلان. هذولي وسيلة، الله هم حتى الوسيلة رزق، حتى الوسيلة رزق. الله سبحانه وتعالى يسخر لك وسيلة، هذا هو نوع رزق. واضح حبيبي؟ هذه آيات نزلت في حق الزهراء سلام الله عليها، نزلت في حق، هي هذه الآية نزلت في حق الزهراء سلام الله عليها. لما تعبت فاطمة الزهراء، يخرج الإمام علي عليه السلام إلى الغزوات، يطلع إلى الغزوة مع النبي، والغزوة تدركه ما كان طيارة مولانا بسعي يوصل، يطول على ناقة على فرس مع النبي يوم يومين أسبوع شهر شهرين، يطولون بالحرب. زين، لما يخيمون ويجي العدو أو يبدأ الحرب، مثل ما أجوا هم يرجعون مولانا، وعدهم قتلة وعدهم جرحى، يطولون. والزهراء شابة وما حد لها بالبيت، قالت له أبا يا رسول الله، إذا خرجت فمن يكون الوكيل بعد علي بن أبي طالب؟ أنا أريد أشتري شيء، أريد أطلع كذا، هذه محتاجة شيء من خارج البيت، أنت اجعل واحد وكيل من بعد علي بن أبي طالب في غياب الإمام علي، خلي لك واحد يقوم بالواجب، هسه واحد أو وحدة أو كذا. نزلت الآية، يا رسول الله قل لفاطمة الزهراء، ماذا أقول؟ رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا، يعني اتخذ الله وكيلا. يا طبعا هذا من باب إياك أعني واسمع يا جارة، ولا هي الزهراء هي أم الدرس، هي عالمة غير معلمة، خلص الزهراء سلام الله. ولهذا توكلت على الله. يدخل الإمام علي عليه السلام يشوف الزهراء نائمة عند الرحى، والرحى تدور بغير يد بغير دائر، تدور الرحى من غير دائر، فيتعجب، يذهب لرسول الله، يا رسول الله رأيت الرحى تدور من غير دائر. قال له بلى يا علي، بلى يا أبا الحسن، إن الله قد علم بتعب الزهراء فأرسل ميكائيل يدير لها الرحى. اللهم صل على محمد. هذا اللي يتوكل على الله. يدخل مرة ثانية يشوف الزهراء نائمة عند مهد الحسين، والمهد يهتز بغير هاز، إيد ماكو، هو المهد يهتز واحدة واحدة، والزهراء نائمة تعبانة. قال له يا ابن العم، يا رسول الله رأيت مهد الحسين يهتز بغير هاز. قال هذا جبرائيل يخدم ابنتي فاطمة ويخدم الحسين. بارك الله فيكم. هذا الحسين، وهي عظمة الحسين. وهالليلة تعرفون هالليلة للدمعة، وأن أنا خليت المصيبة الباكر ختامها مسك، أنا حبيت أخلي المصيبة إلى يوم باكر، بس هاليوم هالليلة لأنها ليلة وفاة السيدة أم البنين رضوان الله تعالى عليها، أحببت أن أشير لها بقضية يمكن لم تسمعها، يمكن ما سامحها، وأنا لم أسمعها من الخطباء إلا نادرا نادرا جدا. أتعرفون أبو الفضل العباس سلام الله عليه عند زوجة اسمها لبابة، والله هنيئا لك إذا تذرف دمعة على الحسين. وتدرون أم البنين ترى باب من أبواب الحوائج، مو مرة عادية، وأنا جربتها وأكيد أنت مجربها، تقرأ فاتحة لأم البنين وإذا تفتح لك آفاق السماوات والأرض. الله، قضاء الحوائج، إحنا عندنا أحد المشايخ عنده حاجة مستعصية من العباس سلام الله عليه، رادها من العباس، قال أخجل أن أروح لأبي الفضل العباس وأطلب حاجتي منه، فتعنى إلى الحج، راح إلى البقيع عند قبر أمه أم البنين، وخلاها واسطة بينه وبين ولدها،
قالها يا أم البنين جايب لك أنا واسطة، أخليك بينك وبين العباس، بيني وبينك بين العباس. والولد عادة لا يرد أمه، وبالفعل يقول بمجرد أن توسلت بأم البنين وإذا الحاجة قضيت. الله أكبر، شوف عظمة أم البنين وكرامة أم البنين، واضح مولانا؟ الآن اسمع، العباس عنده زوجة وعنده أولاد، من جملة أولاده ولد اسمه عبيد الله، سامعين بي عبيد الله. عبيد الله طفل صغير وأشبه الناس بأبيه أبي الفضل العباس، وكان يشبه العباس شبها عجيب عجيب، شبه كلش قريب إلى أبيه العباس، شمائله ملامحه هيئته شكله، يعني حتى مشيه كان يشبه أباه العباس. من بعد ذبح الحسين وبعد ذبح أبي الفضل العباس، زينب والإمام زين العابدين ما كانوا يطلعون إلى الناس، حتى في أيام العيد الإمام السجاد عليه السلام ما كان يصلي بالناس صلاة العيد، لأن في حال حزن وبكاء توسلت به الناس. قالوا لي يا ابن رسول الله، هذه السنة أيام عيد واصلة، عيد الفطر المبارك، تطلع تصلي بينا في مسجد جدك رسول الله؟ قالهم أخرج لكم بشرط. شنو الشرط يا ابن رسول الله؟ قالهم ألا أقوم لأحد، ما أقوم لأحد. إجا مولاي، شوف المصيبة حبيبي هذه، أريدك تهيئ قلبك للدمعة إن شاء الله. يقول إجا صلى بالناس صلاة العيد، لما صلى صلاة العيد قعد الإمام السجاد حزين، قعد بالمسجد، الناس تجي تسلم على الإمام سلام الله عليه، عبيد الله ابن أبي الفضل العباس ركض إلى جدته أم البنين، قال أماه يا أم البنين، إن ابن عمي زين العابدين خرج إلى الصلاة، وطلع يعايد الناس والناس تعايده، وأريد أروح أعايد ابن عمي بعد طفل هو صغير، يصير ابن عمه بعد، أخرج لابن عمي زين العابدين أعايد حالي حال الناس. قالت لوليدي روح عايده ما دام بالمسجد. قال اليوم يوم عيد وأنا ما عندي ملابس جديدة، وعادة أن الأطفال يلبسون ملابس جديدة، لبسيني ملابس جديدة أمه. وإذا أم البنين بكت، قالت لوليدي أنا لي ملابس جديدة، ما عندي ملابس جديدة وليدي، لكن أكو ملابس قديمة لأبيك أبي الفضل العباس لما كان صغيرا يلبس هذه الملابس. تدرون الناس قديما يدخرون الملابس ما يضيعوها، فتحت صندوق قديم مولاي، فتحت صندوق قديم طلعت ملابس صغيرة لأبي الفضل العباس كان يلبسها العباس قديما، طلعت الملابس ولبستها لعبيد الله ابن العباس، لبس مولانا الملابس صار شبيها لأبيه العباس. يقول طلع فرحان لابن عمه، مولانا نطيها صدى الآن ندخل بالمصيبة ها، يقول طلع فرحان لابن عمي عايده، وصل للباب قلت لوليدي تعال ارجع ارجع ولدي. هذه الحالة تكسر قلبك، هذه هنا هذا الكلام يكسر قلبك أدري، لأن أنت عباسي وحسيني ها، وتعرف ماذا أقول وتعرف قيمة الكلام. وليدي ارجع ولدي إلي إلي. رجع، ماذا تريدين أمه يا أم البنين؟ قالت ولدي لما كان أبوك العباس صغيرا كان الحسين يخطب إلى الناس، فكان أبوك العباس يأخذ راية صغيرة فيقف على رأس الحسين، عند راية صغيرة يوقف على رأس الحسين، وأنا أريد أن أعطيك راية أبيك العباس بملابس العباس وكذلك راية العباس. يقول أخذ الراية ونزل الإمام، نزل عبيد الله إلى الإمام سلام الله عليه. شلون حال الإمام؟ صور مولانا. يقول دخل على ابن عمه زين العابدين، بمجرد أن نظر إليه الإمام السجاد وقف صاح وعماه وعباسا. أريد صوتك مع أبي الفضل العباس، مع أم البنين، مع الإمام زين العابدين، مو مسألة وقار، هذا الحسين هذا الحسين. صاح وعماه وعباسا، نظر إليه باكي الإمام زين العابدين، ولدي أخذك إلى عمتك زينب الصغرى أم كلثوم. يقول أخذه إلى زينب الصغرى إلى أم كلثوم، فتحت الباب مولاي وشافت الولد كأنه أخاها العباس. ماذا قالت؟ قل لي يا عباس من أنت اللي جبتني
الله هنيئا لك والله مرحومة دمعته والله بالعافية عليك الدمعة هذه وأنت عند الحسين عند العباس هو يسمعني العباس يا عباس من تلي خويا جبتني أو بيدك يا خويا ركبتني الله 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 يا زينب خلوها على ناقة ضلعة شتموها وشتموا أبوها وين السادة وين أولاد الزهرة هاي عمتكم زينبها شتمت وشتم أبوها علي نظرت إلى رأس العباس شو تقول له تقول له خويا إن صحت أبويا يشتموني خويا يشتموني وإن صحت خويا يضربوني ليش يا زينبها يضربوني عقبكم يا أهل يعمن عيوني مشت زينب مشت هذا الطريق مولاي دخلوها في مجلس وقف اللعين شتم زينب أمام رأس الحسين أمام رأس العباس هذا البيت يكسر قلبك بالأخص السادة ها يكسر القلب يقول نظرت إلى رأس العباس باكي يا زينب من بعد ما شتموها مرة وغريبة مولاي يقول نظرت إلى رأس العباس شد قل ذليل ذليل الأخت من غير خوان أي والله أي والله ذليل الأخت من غير خويا خويا وانا مني يا نجي يا بلدللوني اش عندك زينبها دللوني ماني معلم امشي بغير وليان خويا وليان وانا الخوان كلهم فارقون لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم إنا لله وإنا إليه راجعون إلهي نسألك وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله شافي وعافي كل مريض يا الله بالأخص من قصدناهم بالدعاء من على مرضاهم بالشفاء العاجل يا الله اللهم الطالب حاجة في هذا المجلس في غيره اقضي حوائجهم بباب الحوائج موسى بن جعفر يا الله اللهم هون علينا سكرات الموت وشدائد البرزخ وأهوال يوم القيامة لا تخرجنا من الدنيا حتى ترضى عنا عجل في فرجي مولانا صاحب العصر والزمان واجعلنا من أنصاره وأشياعه واللائذين تحت لوائه يا الله وإلى شرف النبي والأئمة الطاهرين أهلنا ذوينا من له حق علينا أمواتنا أمواتكم مؤسسي هذا المأتم الشريف رحم الله من يقرأ الفاتحة معطر بذكر الصلاة على محمد وآل محمد Yeah.